فيلم الأكشن الجديد لتوم كروز مش يا الله المصمم سيارات معروف وسائق سباق سائق سباق سائق سيارات سباق وسائق سباق سائق سيارات سباق وسائق سباق سائق سائق سيارات سباق وسائق سباق سيارات وسائق سباق سيارات سائق سيارات وسائق سباق سائق سيارات سباق خلاص اضحك اضحك معايا وافلها. يتعاونوا مع بعض عشان يبنوا مركبة تكون منافسة مع بعض عشان يبنوا مركبة رائدة في مجال رائدة ومنافسة. سلام. ما في شيء بيزبط. أركتيك أركتيك. والميزة اللي في هذا الفيلم إنه راح يخليك على أعصابك. لا ليه يخليك على أعصابك؟ ما يخليك على أعصابك. والميزة الموجودة بهذا الفيلم إنه راح يخليك تستمتع لا محالة ويخليك. وبتاريخ 7 يوليو راح ينزل فيلم الكوميديا. مالك أرخي الصوت شوية. هذا البياض من فين طالع؟ طب إذا أنت ما تشيله مين يشيله؟ بسببهم حسيت بسببهم حسيت ببطء رتم الفيلم. يا ربي يلا بسببهم حسيت بسببهم ببطء ما تجي باثنين في بعض يا عمي غير أم الكتابة. مليت في أول ساعة عشان التمطيط تمطيط فوضى. تقييم الشخص لهذا الفيلم الذهبي 9/10. السلام.